فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين أما بعد أيها المسلمون الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يكمل الدين إلا بها وحقيقة الصوم هو الكف عن كل ما نهى الله عز وجل عن أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألواء الموبقات والمنكرات من الرفث واللغو والكذب والغيبة والنميمة والكلام البذيء وهذا ما نبهت عليه آية القيام آية الصيام وهي أن يتقي المؤمن أن يتقي المؤمن محارم الله وهي الغاية التي شرعت من أجلها فريضة الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لعلكم تصلحون على مرتبة التقوى التي هي ثمرة الصيام وكذلك نلحظ في هدي النبوة هذا التوجيه توجيه النبوي الكريم إلى حقيقة الصيام حيث أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لحفظ الجوارح وكف اللسان عن محارم الله تعالى قال صلوات الله وسلامه عليه والصيام جنة أي وقاية وستر من نار الجحيم فليحذر المؤمن على صيامه من ضياع وذهاب الأجر بفعل ما يسخط الله تبارك وتعالى فيكون حظه من صيامه الجوع والعطش كما ورد في الصحيح مسلم كما ورد في الصحيح رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم أي مستعبد لله بالليل ليس له من قيامه إلا السحر إن الصائم الصادق هو الذي يطعن نفسه على هجران الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج ويلزم نفسه بتقوى الله واجتناب محارمه التي هي الغرض الأساسي من مشروعية الصيام التي بينها القرآن أحسن بيان بقوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون فما لم ينل الصائم هذه المرتبة الرفيعة من مراتب الإيمان لم يحصل على فضيله القيام والصيام والله المستعان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم إلى صلاتكم يرحمكم الله الحمد لله رب العالمين